بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتقت لكم من جديد وأحبكم جميعا. الحمد لله حمدا يبلغ رضا إلهنا وليس لنا معبودا سواه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يقبلنا في هذا الشهر ولا يحرمنا وأن يعطينا ولا يمنعنا، إنه على ذلك قدير. أيها الأحبة، لازلنا في قصص رمضانية نبوية. قصة اليوم فيها من الرحمة ومن الدعاء ما نحن بحاجة إليه في هذا الشهر، لأنه شهر الدعاء. نعم، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن ادعو الله وأنت تحسن الظن به. أيها الأحبة، النبي في رمضان خرج إلى بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، لكن رأى أصحابه وقد أصابتهم الحاجة، ثيابهم مرقعة، حفاة، جياع، ظهر ذلك في أجسادهم وأجسامهم، ولكن النبي رحمة مهداة. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. رفع يديه ودعا في رمضان، قال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأشبعهم، عراة فاكسهم. فما رجعوا من بدر إلا وقد أصابهم الشبع والرزق والغنائم. نعم، فضل الدعاء. أولا رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم، وما أجمل أن تكون أيها الزوج، أيها الأب، أيتها الأم، أن تكون رحمة لمن حولك، والراحمون يرحمهم الله، من لا يرحم لا يرحمه الله. لذلك ما أجمل أن يكون بيننا في بيوتنا الرحمة. الرحمة في البيوت دواء، الرحمة في البيوت شفاء، الرحمة في البيوت عافية. نعم، الزوج يرحم زوجته، والزوجة ترحم زوجها، والأبناء يرحمون والدهم، والوالد يرحم أولاده. بماذا؟ بالحب، بالعطف، بالنفقة، بالعطاء. هذه الرحمة. من ذلك النبي دعا فأصابهم الرزق. وبالمناسبة، لكل إنسان مديون، محروم، فقير، من أسباب الرزق أولا الدعاء. الدعاء من أسباب الرزق تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بتقوى الإله نجا من نجا وصار وفاز إليه من رجا، ومن يتق الله كما قال تعالى يجعل له مخرجا. من أسباب الرزق الصلاة. نعم، الصلاة من أسباب الرزق. إي ورب الصلاة. أيها الأحبة، زكريا كلما دخل على مريم المحراب، يعني كانت تصلي، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، لأنها كانت تصلي. وكذلك من أسباب الرزق أن تسعى في الأرض، هو الذي جعلكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ومن أسباب الرزق صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وكذلك أيها الأحبة، من أسباب الرزق كما ذكرنا العمل الصالح. نعم، العمل الصالح، أي عمل صالح. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن أسباب منع الرزق ما هو؟ الإعراض عن الله، لا تعرض عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أسباب منع الرزق كذلك تعلمون ما هو؟ الذنوب. إن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. إذن الطاعة سبب من أسباب الرزق. في رمضان النبي لما رأى أصحابه وقد أصابهم الجوع والحاجة والفاقة دعا لهم فأصابهم الرزق. وأنت أيها المسلم أكثر من الدعاء. جاء رجل لعلي بن أبي طالب واشتكى الدين، فقال له: ألا أدلك على دعاء إذا ذكرته لو كان عليك مثل جبل صبير دين لقضاه الله تعالى عنك؟ قال: ما هو؟ قال: ادعو بقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك. أكثروا من هذا الدعاء. وكذلك: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وادعوا كذلك أيها الأحبة: اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. فكل ذلك من أسباب الرزق وقضاء الديون. وأيضا كلما أقبلت على الله أقبل الله تعالى عليك ببركاته، بما عنده من الرزق،
وكل ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يعطينا في هذا الشهر ولا يحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيب، اللهم اجعل لنا فيه نصيب من العتق والعفو والتجاوز والصفح، اللهم أعنا في هذا الشهر ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أنزل على بيوتنا الرضا والقناعة، واجعل من فيها يا الله من أهل العبادة والسعادة والطاعة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.